تحكي على المنتخب الوطني التونسي، وخاصة مقابلة البارح بين تونس والجزائر مع ضيوفنا سامي العكريمي وسام العابدي والمنجي بن ابراهيم. سي المنجي، شفنا لاعبين جدد في المنتخب، خاصة حنا بعد المغرب اللي شفناه شوية في زوج مقابلات، كيف عمر رقيق. أنت كنت حاضر في الندوة الصحفية تقريبا اللي تعملت تقديمه، البهرج اللي شفناه الكل، هل يتماشى مع إمكانيات الملاعبية؟ وهل هذا ما ينجمش يخلق شوية حلزيات بين الملاعبية، خاصة فهم لاعبين آخرين جاو للمنتخب، علاش ما صارلهمش ينجموا يقولوا كما هكا؟ وعلى خاطر ممكن خاطر جايين من مانشستر يونايتد وارسنال، سي بوسيبل. لأن اليوم إذا كان تعمل مع حنبع المجبري العمل هذاك يلزمك تعمل مع عمر رقيق وراء أي لاعب جاء في نفس الوقت. لكن اليوم سي فريك أنا جوروتيان اللي كانت فريمون حفل احتفال اكسبسيونيل للوليد هذا ريان اللي كان هو اللي كان السبب معناها في التقديم هذايا، وخلات اللي الناس كل انبهرت بالشو هذا. وليد نعرفوا اللي ظروفه الصحية صعبة برشا، ربي يشفيه. لكن أنا نقول اللي اليوم حنا بعد المجبري زادة ما يزمناش نظلمه جوار هذا، اللي أنا كان احتياطي ضد الفريق الكونغولي واللي تخوفنا منه، اللي الفريق الكونغولي يلعب من غير مهاجمين. هذاك علاش خلى ما نجموش نحكم على الدفاع متاعنا ولاك سنترال اللي كما قال سامي عنده قداش من مباراة وعندنا مشاكل كبيرة برشا. لكن اليوم حنا بعد المجبري كان من المفروض اللي انا ورى حاجات في المباراه الاولى، اللي انا ولو عمل سيت باس الادفيرسير، لكن هذاك من الخوف وكان معناها خايف من المردود نتاعو. لكن كانت ثم امكانيه يعطي في دي سوليسيون للفريق. كنت انا حبذت مباراه ضد الفريق الجزائري باش يتقابلوا مع رياض محرز، باش يتقابلوا مع البلالي، باش يتقابلوا مع برشا الفاغولي وكل شيء. كنت حبذت انا يكون هو تيتولير في المباراه هذه، لأن باش تكون كمباراه ريفيرونس. لأن اللي خفنا منه ضد الفريق الكونغولي اللي ما نجموش نحكم على لاك سنترال، خفنا قلنا ضد الفريق الجزائري نجموا نتعرضوا لبرشا مشاكل او نيفو ديفونسيف، وهذا اللي صار. لا بروف انا بري دو بوت سور بالاريتي، اللي اليوم كي كانوا كل مدافعين الصلب هذوكم اللي كانت حاجه مهمه ومهمه جدا. وبربي خويا اسلام ثم حاجه راهي في الكوره باقي احنا قاعدين معناش عاطينها قيمه برشا جبد خويا وسام قبيله. راو طونك فو نافي با اون كولون فيرتيبرال في الفريق راهو ما عندنا وين نمشيو. كانت تفكر نقولوا كونتي، تفكر سامي وقت اللي تخليت عليه لايستر تلعب على التياح، قعدوا سنتين باش جابوا ملاعبي باش عوض نقولوا كونتي كما صار حتى في تشيلسي. معناه يوريك اليوم شوف نقولوا كونتي ايش قاعد يعمل في تشيلسي وفي ليكيب دو فرانس. سامي حبيت تعلق؟ لا حبيت نعلق. انت شنو هي السؤال اللي سالته نجيب ابراهيم؟ قلت له البهرج اللي عملوهم اللاعبين هذوما، البهرج اللي عملوه اللاعبين هذوما هما هذوك كان حاصل وسيء، وكانوا باش يجيو الفريق الوطني توقيت صارت البهرج هذاك والفوشيك وتعرف شنو وكل. لانه لافي جا القرار الاولاني نتاع الشابه كان هدايا لتغطيه قرار التاس الاول اللي هو جاء في صالح الشابه. توا نجيو للاعبين هذوما، نجيو للمجبري. شوف انا ما نشككش معناتها في التالون تاع الملاعبي هذايا، ما نشككش وما لازم حد يشكك. انت قلت لي قال منجب ابراهيم، قال منجب ابراهيم سوريت تي بيان، واذا كان ملاعبي هذايا هبطوا تيتولير ضد الجزائر وكل. خويا نحكيو على الاستاتيستيك وكل، شنو هي الاستاتيستيك نتاع مجبري؟ ما هو يلزمنا نحلوا جوجل ونشوفوا كيل سون لي ستاتيستيك دو مجبري. احسن لاعب في الفريق الثاني في مانشستر، في الفريق الثاني وما لعب حتى مباراه في الفريق الاول باش تجي تلعب. لعب مقابل الفريق الاول، مقابل لعب ديبري بريماتش هي من عام 2003 الفل راهو سامي. ما نساش بعضنا ماشي ل 19 سنه، ماشي ل 19 سنه 17 ان روني ستار في ايفرتون وفي نصب علينا. لا 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 ما العمر شيء هو ما تعملوش البهرج هذاك، لانه البهرج هذاك يضر. هذا السؤال هذاك يضر. وبعد نجيو للستات نتاع مجبري سي ان تري بون جوور، سي ان اسبوار اون انفستي فيه معناتها في المستقبل. سو ني باز ان جوور بور توت سويت
والستات نتاعو تشوف الستات نتاعو يلعب في الدوزيام ايكيب ولعب 20 مينوت قداش في البريمير ايكيب. وقت تجي انت تشوف الستات نتاع رياض محرز ايدام معناتها بور رقيق رقيق لاعب 11 ماتش داخل فيهم هكا يدخل ويخرج وكل حرام عليك تعمل اكل العمليه كل باش تغطي القرار الاول نتاع الشابه وتجيل الطفل هذا اللي عملوه التميم اللي عملوه للطاهر الشابي اللي عملوه سيدي. اللي عملوه العتوقل انه ضربه باهي انه جبناهم معناها ملاعبيه بالقيمه هذه انا شوف في ارسنال ومانشستر انا جو نون دوت با مي سي ان جوار كي ا توت ابروفي كو سوسوا في الكارير نتاعو في انجلترا كو سوسوا هنيا في تونس انك تقدم وقت جابوا محرز هما وقت جابوا محرز ما عملوش مش هذا سؤالي تشكر الجامعه اللي جبناهم اليوم ملاعبيه هذا انا تشكر على مجهود الجامعه على الاقل هذا شوف احنا ساعه الخفاء نتاع الحكايه هذوما ما نعرفهمش انا ما نحبش نحكي عليهم الخفاء نتاع الحكايه انا نشكر الجامعه على هدايا لكن انك تعمل البهرج هدايا وانك تدخل لاعبين اليوم في المجموعه هذه تعرف لو ما ينجحوش الناخبين الوطنيين هنا في تونس سامحني سامحني جوست باش نقول لك حاجه برك تعرف لو ما ينجحوش تعرف الواه اللاعبين نتاع الفريق الوطني اقوى من الناخبين لانهم كلهم يعرفوا ان الناخبين الوطنيين هم تحت سيطره رئيس الجامعه ما يحترمهمش ما يحترموش وقت يشوفوا رئيس الجامعه يعمل القائمه وقت يشوفوا يهبط الانستيتولير وقت يشوفوا رئيس جامعه يهبط للفستير ما ينجمش يحترم ناخب وطني الزوز لاعبين هذوما اللي جبتهم الصغار فما امبيونس حطيتهم في اي امبيونس تسخابهم سيدي تيتا هما ما يعرفوش شنو اللي صاير في الفريق الوطني وقت عاشوا مع الفريق الوطني تسخابهم هما ما يعرفوش شنو اللي صاير في الفريق الوطني ما يعرفوش القرار منين جاي ما يعرفوش انه المدرب اخر حلقه في الفريق الوطني لذا سي بيان اللي جاوا الجوارات هذوما لكن قلت لك نعاود نرجع لك انا اكس انترناسيونال وانا اكس انترناسيونال يقول لك دون كيل امبيونس حطيتها فوالا باهي من الملاعبيه جدد ايضا سيباستيان تونكتي اللاعب هذايا فضل المنتخب التونسي يلعب في بطل النرويج جاء للمنتخب في ستاج اللي فات ما لعبش حتى سكوندا كيف جاء مقابله الكونغو ما هبطش عرف يبدو انه نفسه في مقابله الجزائر مش يلعب زاده ولو انه هو والجامعه هبطوا فيرسيون اخرى نتاع انه اللاعب عنده التزامات مع فريقه لكن فما اخبار تقول الملاعبي تغشش معناه وعرف روحه ماهوش في الاشواء نتاع المدرب هذاك شاف لومبيونس هذاك سامحني جوست فما خفايا هذاك شاف لومبيونس وما عجبوش الجو في الفريق الوطني ما عجبوش الجو في الفريق الوطني وخرج انا قلت وسيم اليوم انت كيما قلت معناها حنا باعل ولا رقيق معناها دي تالون بهين يا خويا مش يفيدوا المنتخب ولا تونكتي اليوم تجيبهم تحطهم في الكادر وتحط وتدخلهم في الجو وتدخل الملاعبيه معناها فما هيبه كبيره عملوها له حنابال اليوم حنابال حبينا نشوفوه البارح حبينا نشوفوه ماتش كاسح البارح وماتش معناها هو ميكال اما اميكال راهو مش كيما ماتش اوفيسيال ماتش اميكال ديما تعطي فيه اكثر من تعطي في الاوفيسيال خاطر تلعب مرتاح اكثر فماكش ريزلتا نبا النيفو مع اليوم البارح حبينا كل كيما مع اللاعبيه نتاع الجزيريه نبا النيفو بيان سور لا 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 لازم نشوفوه في ماتش كيما هكا ما وقتاش باش تشوفوا سي سامي بالله ملاعب الرقيق يلعب في ارسنال علاه ما حطيتوش البارح او جايك ماتش مالي باهي البارح ما لعبش او ماتش مالي جايك لازمنا نشوفوا الفالور نتاع الملاعب هذيا كونتر ايكيبات قوام ويكيبات باهيين هو راهو ملاعبي عنده لي مويان وما فماش ملاعب يمشي مانشستر ولا ليفربول ولا مشي ب 10 مليون يورو ما يا سلام ماهوش معناها مانشستر تخلوط باش تاخذ لك ملاعب كيما هكا لا والسوم زاد 19 سنه ولا قريب يعمل 19 سنه بشوي بشوي يدخلوا في الجو اليوم هذاك مستقبل بحول الله مستقبل المنتخب اما تعطي تيم تعطيه شكل الضغط الكبير اليوم ما عندناش ملاعبين احنا راهو تلوحوا في ماتش الجزائر امانك نحب نشوف الكاليتي نتاعو ما لوحوش في ماتش ماتش اميكار راهو زي ما وقتاش تجربوا ماله انت ماتش اميكار راهو مش تشوفوا في ولا رقيق علاش ما تلعبوش نشوفوه اليوم عندنا انت اذا معمل عليه باش يدخل لاكس ويلعب في اللاكس الملاعب هذايا وياخو ياخو الطون دو جو نتاعو ياخو ياخو الوحده نتاعو باش الوقت نتاعو باش يلعب اعطيه لعبه ماتش اميكار دخلنا كوب دافريك اليوم سلام شنو مش تحط
شكون باش تلعب؟ يفهم مقابله اخرى مع بعض نجمين يلعبوا. إيه انا احكي لك هذاك هو تو انت ما لعبتوش دو ماتش هذوما باش تلعبوا الماتش الجاي يلزمك تجربوا ولا حنا بالي يلزمك تعطيه وقت باش يلعب. باهي مازال صغير لكن تو مادام من صغير 19 سنه مع صغير مبابي 18 سنه واخو كوب دي موند راهو فهمت معناها في ليكيب بريمير ملي عمره 17 سنه باهي في مونجي في دورتموند الاختيارات يجور ليكيب بريمير يجور. اما احنا سي مونجي ما عندناش ملاعبين كيما تو صلاح فرض روحه في ليفربول وكان جرون ستار، ما عندناش ملاعبيه كيما محرز في السيتي طاير، ما عندناش ملاعبيه كيما يلعب بان جرون تيتيلير النني في ارسنال، اعطيني زيد سمي لي ملاعبيه العرب نحكي لك مش حتى ليزافريكان، ليزافريكان برشا طايرين، اما نعطي لك العرب، ما عندناش ملاعبيه كلي طاير وليكيب بتاعه معامله ليه معناها فهمت؟ سليماني والواحد وكل شيء نزيد من غير ما نسمي لك سي مونجي وسط الميدان نحكي واش نمشيو ندخلوا في الوسط الاختيارات ديما يتبدلوا الملاعبيه مثلا محمد علي بن نظام ما شفناش الملاعب شفناه في الترجي قاعد يقدم في مقابلات كبيره اللي شوى توظيف الملاعبيه البارح خاصه لعبنا من في الشوط الاول لعبنا باربع لاعبين في الوسط كيفاش تشوف التركيبه هذه؟ هو راهو سيدي زوتوماتيزم راهو يتعاملوا راهو هذاك علاش بن رمضان ما لقاش روحه في مع الملاعبيه هذوما ما همش كومبليمونتير هذاك اللي يخلي اللي المردود نتاع محمد امين بن رمضان مش نفس المردود اللي قاعد يعمل فيه في الترجي الرياضي التونسي وربي نحب نرجع على المجبري انا كنت نحبذ يلعب تيتولار ضد الفريق الجزائري لان لا موتيفاسيون راهو ما عندهاش ان با دو بري اليوم يلقى روحه تيتولار وتشوف معناها حتى اون في دمي ولا ان الكترون ليبر في الهجوم ينجم يلقى روحه اليوم ما تنجمش اليوم تشوف المجبري بالمردود اللي عداه كرومبلاسون كيما كان المردود نتاعو كتيتولار واليوم ماذاش خلى لكن اليوم التركيبه سخيري مازال كي جا وان بلوس سخيري سقيه في المنزة في رادس ومخه في ليون ما تعرفش عليه وين ماشي ومعناه كل شيء خاطر ماهوش سخيري اللي عودنا حتى اليوم التركيبه اللي ما فماش مباريات فجرته بعضهم مع بعضهم مع عيسى العيدوني خلات اللي ما شفناش وهما يفوترونات عملوا ان تكتيك اديكوات باش ياخذونا لو لا باتاي دو ميليو دي تيران يقول لك ناخذوا لهم لا باتاي دو ميليو دي تيران وهذا اللي صار لان اليوم راهو رد بالك اذا كان انت اليوم تخمم باش تلعب سيسمو حنبع المجبري تيتولير ضد الجزائر جو بريفير كو ضد المالي لان المالي او نيفو دو لاسبي فيزيك اذا كان باش نلعبوا على لي كاليتي نتاع المالي راه اون ريسك دافوار دي سوربريز دونك اليوم حبذت يلعب ضد الجزائر حتى بريمير ميتون فيه البركه مش مشكل لكن حتى دوزيام ميتون كامل حتى دوزيام ميتون كامل لكن اليوم تدخلوا اون كور دو جو وهو قاعد في التريبيون هو والملاعبين اخرين قاعدين يحكيوا بتاتر في حاجات اخرى اون دور دو فوتبول خلات اللي هو الجوار ما كانش مركز حاجه اخرى بتاتر كما قال سامي جو بو بارتاجي معناها جو اتر داكور معاه على اللي عملوه وكل شيء راهي سون بريسيون كبيره برشا على الملاعبين راهو اللي شفتوا البريزونتاسيون تاع الملاعبيه هذه ما شفتوش في حياتي في العالم ما شفتوش لان فريمون سيتي اكسبسيونيل دونك اسكو سافو سا وي او نو لان الملاعب هذا اذا كنت تسمعوا دونك يبدا يحكي و نيفو دو لامبيونس و نيفو دو ليكيب جو سوي سور كو سي كيلكان دو بيان لكن اليوم لا بروف ني با ان غرا قال جو ريمرسي ليكيب دو لا فرانس بور مافوار فورمي كوم يل فو سي تونيك هذيك كانت عمليه نتاع بابليك ريليشن عملتها الجامعه نفسها ما كانتش عملتها اللاعبين واللاعبين اذرت بهم نزيد نعرف اي قلتوا هي سامحني ممكن وقتها برشا بريسيون على الفيدراسيون يقول لك نعملوا البهرج هذايا للملاعبيه هذوما ضغط كبير على الفيدراسيون على رئيس الجامعه دونك شنو هي الحل؟ نعملوا البريستاسيون هذه ونعملوا الجو هذا ونعملوا جبنا ملاعبي هذا وجبنا ملاعبي هذا. سامي تقريبا اقل مركز فيه ملاعبيه في المنتخب عندنا فيه مشكله اكثر مركز نحكيوا عليه قلب الهجوم. ما عندناش اليوم سيف الدين الجزيري تقريبا احنا نحكي عن ملاعبي هذا كيهبط في الستاج اللي فات المقابلات اللي فاتوا عملنا ولا مؤشرات باهيه خلينا نقولوا اليوم في عوض نعطيو الثقه للملاعبي هذا ونعملوا عليه لا ما نلعبش معناها في ضد مقابلات ما حدش سامحني سامي 30 عندي تو 6 اشهر ولا 7 اشهر ويمشيو الفكره نتاعي انا شنو هي؟ راهو اون با لو شوا اليوم او نيفو دو لا فورماسيون دي زاتاكون ولا حاجه في تونس سي فريمون اون كاتاستروف باش نمشيو
ونجيو هالحكايه سي كون فاتيت اوبليجي دو ناتوراليزي ان اتاكون دو فالور وتشوفها اسبانيا عملتها مع دييغو كوستا دونك تشوف باسكو نا با ان اتاكون كي كابابل دامني دو لا لوميير في اللعب نتاعنا خاطر الشامبيون نتاع تونس قلت لك يلزمنا نكونوا صرحاء مع انفسنا سامحني سامح لا تفضل صرحاء مع انفسنا بدايه الحل في الهجوم التونسي انه المساكني يخرج من الفريق الوطني خاطر مساكني إلو كوب لا بلاس دو كيلكان مساكني ماخو بلاصة ومساكني لا بريزونس دو مساكني اللي هو فيزيكمون إلي تيرميني وي نو بو بلو ديماري وي نو بو ما عادش ينجم إن بلو لو فيزيك كان أنت تو امبوز مساكني في كل مباراة ومساكني كابيتان ومساكني يحكم في المجموعة مساكني يلزمو يخرج من الفريق الوطني يخرج من الفريق الوطني أه رجع للمستوى نتاعو كان رجع للمستوى كان رجع المستوى نتاعو نعيط له لكنه مساكني اليوم ياخو في مكان لاعب في الفريق الوطني وقاعد الى بلوكي تو لو بروسيسيو ماكش متناقش شويه سي مع روحك تقول لي معز حسن ما يلعبش هو الجارديان الاول تقول لي مساكني لا روندمون نحكي لك على روندمون يا ذي ما يلعبش جمله روندمون شنو تحكي عليه انا نحكي لك على روند شوف نحكي لك على روندمون يا ولدي توا تفهمنا من الاول بكل قلنا واذا كانوا جاوا الاختيارات رياضيه وموضوعيه 80% من المجموعه هذه ما تمجيش ما يعيطولهاش الفريق الوطني احنا تكلمنا معناتها ابارتير دو واقع الواقع اللي نحكي لك عليه انا بناء الهجوم التونسي يتطلب اليوم انه يوسف المساكني تحب تجيبه في المجموعه صاحبك عندك هو يقول لك انا نقف مع ملاعبيتي باش يرجعوا الفورم انت مع هذا ولا ضد يا اسمعني بشكل امانك اسلام عنده 4 سنين مساكني لا عنده 4 سنين انا سنة عنده 3 سنين لا نحكي لك عنده 4 سنين نيفو بيرفورمانس متفاهمين قلت لك انا حكيت لك على قلت لك معز حسن وقت لعب بالزوز ماتشوات هذوما هذه شنو هي التقييم تاعي انا في الزوز مباريات هذوما معز حسن خير من بن شريفيه وخير من المساكني مش المنتخب اليوم المساكني البارح ما كانش في المنتخب خرج البارح اي وقتها ما كانش في المنتخب دونك قلت لك انا اعاده بناء ولا اعاده معناتها تو ريبونس اون اتاك كون تو ريبونس اون اتاك اي سيدي ما لعبش السيد هذايا ما جاش ما تلعبش الجزيري ما تشوفش دو نوفيل اي سالتك على الجزيري اي تلعب الجزيري اللي يلزمه يلعب والله والجزيري باهي والله نجم يعرف فهمت صراحة. انت تو نو روفوا با معناتها البلاسمون نتاع البلاسمون نتاع لي زاتاكون تاعك تو نو روبلاس با معناتها مثلا خزري اوتر بار قلت لك ثم يلزم اعاده تفكير باش تنجم تكون هجوم باللاعبين الحاليين انا يظهر لي ثم une solution collective. Et les Kalali, je suis parfaitement d'accord, le grand avant-centre, on n'a pas le grand avant-centre. Par contre, il y a une solution. Il y a une solution. Bon, tu si tu as un Khalef Jbeli, peut-être, un attaquant qui va fixer une défense axiale adverse ou la wahed ou kol, mais tu as des formules. Tu as un Khazri, il sait jouer avec Saqi. Khazri, il sait jouer avec Saqi. Il y a une solution, il y a une solution collective. Mais madame, بالنسبة لي أنا, je n'ai absolument rien contre Msekni. Madame Msekni, il est là. ويفرضوا فيه ويلعب تيتولير اي الي لو كابيتان انكونتيستي ما نجمش نلقاو راهو حل اليوم في الاوفنسيف بصراحه اسلام عندك الخاوي سليتي بهيني نجم هذوما اليوم رفيعه توا جاب لي عنده اما ريبلاسمون تاع الجوار هذوكم اي نو سون با لور بلاس مش قاعدين يلعبوا في البلاصه نتاعهم رفيعه مانيش قاعدين نشوفوا فيه معناها يعمل فيه حاجه اكسبسيونيل بصراحه اليوم الجزيري خاطر ماهوش يلعب في الاخرى ولا يلعب في الاخرى وماهوش هكا الملاعب اللي معناها عنده كاليبر حتى اسمه كبير ماهوش قاعد يلعب في الجزيري حطه خليه يلعب بشويه ولا وقت اللي حطوه مارك يا اخي جزيري ضد شكون ضد فيراتز زاد اخر ماتش سامحني في كلمه جزيري ما يفكركش جزيري ما يفكركش في جزيري اخر يا اخي جزيري زياد كان افون سونتر سيتي با ان افون سونتر مي بالتكنيك نتاعو بالاكتيفيتي نتاعو وباك لي بتي كروشي كل كان يقلق وكان يلعب الخزري اليوم ما نجمش يلعب الخزري اليوم سامحني ما نجمش يلعب اتاكون بوانت يحب يلعب ما يلعبش بظهره للجول يحب يلعب يشوف الفاز وبيت ريبلاسمون يحب يدور ويشوف ف
فهمت وسام باش نسالك على الشوارع نتاع الخطه اللي لعبنا بها البارح، لعبنا 4-4-2 ظهر لي اول مره تقريبا. علاش نلعبوا ديما على قوه المنافس وخايفين من المنافس اكثر من نلعبوا على الكاليتي نتاعنا؟ اليوم تلعب ضد دي منافس يقول لك الجزائر وكيب كبيره وملاعبيه دي بون كاليتي، اليوم يولي يخاف اونترونور يخاف يقول لك نحل اللعب كل شيء معناها كارتون يلزمني نضمن. ياك سكرت وتقريبا انك تسكر كي تسكر في بالك تسكر معناها متسكر البيبان الكل ما عندهمش وقت تشوف الكاليتي نتاع ليكيب ادفيرس وتشوف نتاع الملاعبيه هما اللي يعملوا الديفيرنس. اليوم انت كي تلعب 4 بيفو ولا 3 بيفو معناها سكرت واربع مدافعين فما هاو بالاريتي دو بيت البارح دو بيت بالاريتي هذوما بلايلي بلايلي بنجاح ومحرز ils peuvent déstabiliser l'Italie la France le n'importe quelle jamaïa في العالم لاعبيه دي دي غران كاليتي نحن عندنا احنا مش احنا يا اسلام عندنا الملاعبيه اما القوه نتاعنا تعرف وين في المجموعه ما عندناش هكا الكاليتي نتاع الملاعبي كيما محرز كيما صلاح كيما ترشكون كيما نحكي لك على عرب ديما هنا جاي الكاليتي احنا عندنا جروب باهي لازمك توظفوا انت ك جروب موين جروب موين اما مش باهي باهي متوسط في الافريق وفي العرب باهي بصراحه معناها في الافريق والعرب معناها تو معناها امان امان بربي سامحني وسام شوف العشر سنين الاخرانيين نتاعنا مانيش قاعدين نقدموا مانيش قاعدين العشر سنين الاخرانيين نتاعنا لي دي ديرنيير زاني ما قلتلكش اكسيلون احنا ما قلتلكش اكسيلون معناها جروب طاير نتاعنا نحكي لك ما تحكي لك على ستاتيستيك وبرفورمانس لي ستاتيستيك نتاعنا مرتبه رابعه في كاس افريقيا وتعرف كيفاش مرتبه رابعه في كاس افريقيا مشينا كاس العالم كالعاده خرجنا من البريمي تور هذي هو لي بيرفورمانس في العشر سنين ما عندنا ما عندنا والنصر راهو انا نقولها لك ما عندنا والنصر احنا ديما نحب نكونوا بوزيتيف نحب ديما نشجعوا المنتخب لكن اليوم عندك جروب ما نقولوش يا سيدي باهي نقولوا متوسط باهي باهي انا معاك باهي سيم 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 متشائم شويه الحق ما عندنا ملاعبيه باهي الحق تعرف شنو هو سلام لازمك تعرف شو توظف بالضبط هذا هو تحط كل واحد في البوست بتاعه ولازمك تعطي طون جو زاد ملاعبي يجيك يمشي يجي يهز ساك وما يلعبش لو انت الخاوي تشوف فيه ديما يجي يجي وما يلعبش عليه ما تلعبوش اعطيه اخويا خليه يلعب وملاعبي راهو ماهوش لاعبي خاوي ملاعبي وعنده سبيستار ملاعبي وسام اليوم الجزيره كي تجيبه خليه يلعب شويه تحطه على اليسار يولي انفيتابل اتاكون خاوي انت تو تجيب المجبري وتجيب رقيق وتجيب فلان وتجيب مفلتين كيف لعبهم شويه سعد بقير جبته ولا عطوش حتى دقيقه ما تجيب معناها هذه المشكله يا خويا اعطي ملاعبي كل ملاعب اعطيه حقه اعطيه يا خويا ملاعبي ما عادش يفيدك ما عادش يفيدك ملاعب يا خويا ماهوش قاعد يقدم شنو ديما يلعب ديما يلعب ديما يلعب جرب يا خويا خاطر مش هو ما تشميكال جرب مش هو هابط فورماسيون هكاك حكايه اخرى خويا وسام والله عجبني ابسطك كلمه المنشي ابسطك كلمه مزال ثلاث دقائق كل واحد دقيقه نختموا به هاي تفضل والله عجبني السؤال نتاعك اللي قلته لوسام اللي انا سيفري كو اليوم راهو احنا ما يلزمناش نلعبوا اون فونكسيون دو لادفيرسير يلزمنا نلعبوا اون فونكسيون الشخصيات اللي عندنا كانت تفكر عملناها قبل في الجابون مع بوركينا فاسو هبطنا عبد النور عادي سار ونحينا معلول باش يوقف نعطيك سكوب لك هبطت هذاك باش معقول هذا معقول باش نعطيك سكوب نعطيك سكوب باش تعرف شو صار ليله الماتش هذاك شكون اللي راني في بوركينا فاسو يعرف وسام نسيت شكون دوارتي 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 كان اللي راني في سيس صحيح في العشاء فردوا تيل قالوا لهم غدوه نعرفوا كيفاش نلعبوا على علي معلول بالحرف الواحد خايفين منها معناها كده قال لهم نعرف التاريخ انا رينيت علي معلول نعرف كيفاش نعملوا عملوا له سيربريز حطوا ايمن عبد النور ونحاو علي معلول بعد ربع ساعه شمره الكاتاستروف انت صلح وقتها تعرف نقطه القوه نتاع اي مدرب في العالم سي كو ادميتون في الاكسيون ما لقيتش روحك ثم رياكسيون او نيفو دي جو تغير صحيح بعد ساعه تعرف كيفاش تغير تعرف كيفاش تعمل الكره هذيك محلاها تبي مسكين كي يغلط سي فيني اما انت كاونترونور وقتها توري القوه نقطه القوه نتاعك وتلعب اون فونكسيون دي جوار كو تو ا ديسبوزيسيون اليوم ما تلعبش اون فونكسيون دو لادفيرسير ما نلعب ضد المالي او نيفو فيزيك وان كونتاكت فيزيك تشوف شو يعملون وسام كلمة باش نسكروا بها تقريبا تعطيك دقيقة شو تحب تقول على المنتخب باش نعمل المنتخب بصراحة سير دو ماتش ما شفناش حاجة كبيرة من المنتخب على الأقل حكا تحب نسألك معناتها مقابلة مادي شنو تستنى منها مثلا مش تكون صعيبة برشا ماتش صعيب برشا اليوم
فيزيكمون قوي وبرشا مالي عندهم لاعبيه دي بون كاليتي قلقت الجزائر في الجزائر. وقال حتى بن ماضي بعد ديكلاراسيون بعد ماتش ما مالي قال لهم مالي من احسن الفرق لعبنا ضد. اليوم انت حبيت نقول انت كمنتخب كاطار فني عندك الكوكالي معناها الملاعبيه هذوما كل زيد جبت وزيد دخلت ملاعبيه صغار وملاعبيه يلعبوا في نيفو كبير يا خويا وظفهم يا خويا اعطيهم طون جو اعطيهم لاعبيه خلي 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 تدخل في المجموعه. اليوم انت مش تعمل عليه المجبري ومش تعمل عليه رقيق ومش تعمل خاطر فما العمر نتاع ملاعبيه في سيوفيه معناها بتزيد عام عامين مش يوفى معناها العمر نتاع ملاعبيه اللي عندك. طيب. اليوم عندك ماتش اميكال ضد مالي ان شاء الله نشوفه بصراحه انا نشوفه وجه باهي صحيت بعد اللي بحول ساعه داخل في الكوره انا خويا ماتش ديسيزيف نتاع كاليفيكاسيون كوب دي موند نتاع كوب دافريك ما نحبش البريستاسيون اعطيني ريزلتا باش نتعدى اعطيني 3 بوان. اليوم ماتش اميكال نحب نشوف المنتخب يلعب يدور كوره تلعب في بلادك تلعب حتى الناس تتفرج عليك وتستنى في المنتخب راه منتخب راه معناها حاجه كبيره برشا كي تجي المنتخب ملاعبي راه لازمك تعطي 200%. اليوم انا نشوف في برشا كادوات تعطي الملاعبيه بصراحه وف. اليوم نحب ملاعب يعطي 200%. انا اليوم كي امبارح كي شفت الجزائر كيفاش تعطي 200% ويتكلي ويضرب ويناقش في الاربيتر وانترونور كيفاش يزرع في هذيك هذيك اللي قصتنا بصراحه. واضح سامي. شوف انا باش نعمل معناتها خطاب عام. خطاب. شوف كرة القدم لا معناتها الخطاب تاعي باش يكون معناتها الديسكور خطاب الديسكور. كرة القدم التونسية ملطخة بالفضائح. وفي الفريق وفي الفريق والفريق والوضعيه في الفريق الوطني ما تنجمش تكون مختلفه. وقتها يبدا في الفريق الوطني تبداو اختيارات موضوعيه للمدرب وللاعبين. وقتها يبداو اختيارات موضوعيه وقتها الناس اللي يلزمهم يختاروا هما اللي يختاروا وقت مادام ما وصلناش لهدايا احنا ما عندنا وين ماشيين. وقلت لكم انا انتيسيباسيون سكوب قلت لك راهو منظر كبير اجلا ام عاجلا وممكن اجلا مش نحيوه لانه مش يكون لو انيام كبش فداء وقتها باش ندخلوا للتريزيام سيليكسيونور ناسيونال. في كلمه سي المنتج مع انه كما قال سامي يمشي على روحه منظر كبير في كلمه. لا ايش نقول لك يمشي على روحه انا مش قلت انا مش قلت لك انا هما مش يمشيوه مش هو الوحيد راهو باش يتحمل المسؤوليه لان اليوم حاجه للتقييم اللي باش يصير وبعد ماتش يتحمل المسؤوليه اللي عمل معاه القائمه واللي عمل معاه الفريق واللي عمل المباراه نتاع المالي على حتى مقابلات وديه نقيموا عليهم راهو اليوم اللي انا المباراه الوديه ما همش مباراه نابورت ثم اليوم انا اي سامحني انا اول واحد يتحمل مسؤوليته على الفريق كيس سوا كيب ناسيونال ولا جمعيه عاديه المدرب ليطار الفني هو اللي يتحمل مسؤوليته في اختياراته في التكتيك اللي هبطه في الملاعب اللي اختاروا في هذاك اول واحد مسؤول هو شنو رايك يمشي ولا يقعد؟ خويا فما مسؤولين هما اللي انت نحب رايك انت انا خويا انا نحب نشوف في المنتخب ديما القدام يا سامي وسام يمشي ولا يقعد؟ فما تقييم ما نعرفش ما نجمش نقيمو انا والله مش حكايه خوف ولا حاجه راهو ما نجمش نقيمو انا مدرب اللي ما نشوف حسب اللي تشوف فيه وسام انا ما فماش حاجه كبيره قاعد يعمل فيها بصراحه انا ما نجمش نقيم ناخب وطني محكوم فيه وقتها يبدا مش محكوم فيه وقتها نقيمه. شكرا لك سامي العكريمي شكرا وسام عبد ايضا سليمان جاب ابراهيم شرفتوا لنا بحضوركم اليوم ان شاء الله في مناسبات رياضيه قال ما تكون اطول سامي العكريمي مش تحكيوا اكثر على المنتخب زون ميكس مكملين حتى الخمسه بقوا معنا